السلام عليكم ابطال سنه اولى، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا خير. معاكم دكتور نسيم من تيم عربي ليسن، هنتكلم النهارده ان شاء الله في جزء التوتوريالات بتاع الموليكولار بيولوجي. طيب احنا عايزين نحقق المعادله الصعبه اللي هو ايه، اللي هو ننجز ونخلص التوتوريالين في اقل وقت ممكن. فيعني انا ما رضيتش اجهز الداتا وكده، لا احنا انا هقرا الكلام او هشرح لكم الكلام، وفي نفس الوقت لو في حاجه محتاجه رسومات وكده هبدا ارسمها ايه في الجزء ده كده، تمام؟ فتعالوا نقرا مع بعض كده. احنا عندنا ايه؟ عندنا التوتوريال الاولاني بيتكلم على الدي ان اي ميوتيشنز، وبعد كده الريبير، يعني المفروض الطبيعي ان يبقى في بعض الاخطاء اللي ممكن تحصل اثناء الديفيجن، يعني اثناء عمليه الديفيجن طبعا بيبقى فيها حاجه اسمها الريبليكيشن، صح؟ يعني مثلا لو دي خليه ودي جواها نواه، تمام، وفيها ماده وراثيه، فالطبيعي ان الماده الوراثيه دي تنفصل كده وتنفصل كده اثناء الاس فيز، وعلشان عشان ايه يحصل ريبليكيشن كده، وبعد كده ايه يبدا بعد كده الخليه دي تبدا تنقسم كده اهو، تمام، وكل خليه من دول تاخد ايه، تاخد ماده وراثيه، كل خليه من دول تاخد ماده وراثيه زي ما انت ما ايه ما شايف كده. قال لك في اثناء عمليه الريبليكيشن مثلا او اثناء عمليه الانقسام دي بيحصل بعض الاخطاء اللي هي اسمها الدي ان اي ميوتيشنز. فلما بيحصل الاخطاء دي بيبدا جسمنا طبيعي يبقى فيه نظام سيستم بيعمله ريبير. فاحنا ندرس بعد الدي ان اي ميوتيشن، هندرس الايه، الدي ان اي ريبير، تمام. هل الميوتيشنز دي ممكن تبقى بيرمننت، يعني ممكن تبقى موجوده على طول مع الشخص، متلازمه مع الشخص، وتحصل منها امراض؟ طبعا ممكن يحصل منها ايه، ممكن يحصل منها بعض الامراض، تمام. فهندرس الكلام ده مع بعض ان شاء الله، بعد كده ناخد الايه. بعد كده في موضوع تاني اسمه الدي ان اي بوليمورفيزم، هناخده مع بعض ان شاء الله باذن الله. طيب تعالوا كده واحده واحده مع بعض ناخد الدي ان اي ميوتيشنز. هو لما يقول لك يعني ايه كلمه دي ان اي ميوتيشن، يعني طفره. يعني ايه يعني طفره؟ لا انا لما اتكلم على، لا انا كل اللي بتكلم عليه ده اللي هو ايه، اللي هو غلطه ممكن تحصل وجسمنا يعمل لها ريبير. طب افرض ما عرفش يعمل الريبير، ما عرفش يصلحها، فيفضل المشكله دي تفضل موجوده على طول. فعشان كده بنقول ايه، بنقول ان هي بيرمننت تشينج، ده اهم كلمه في التعريف، ان هو تغيير دائم او بيرمننت تشينج في الايه، في النيوكليوتايد سيكونس اوف ايه، اوف جين. يعني السيكونس بتاع الجين، يعني مثلا لو ده الستراند بتاعنا حصل فيه هنا مشكله، مثلا دي كانت جي المفروض ترتبط بالسي، دي كانت ايه المفروض ترتبط بالتي، حصل مشكله مثلا ايه دي اتبدلت بجي مثلا او اي مشكله هنا، فده يعتبر ايه ميوتيشن، وجسمنا ما عرفش يصلح هذا الميوتيشن، فمشكله في السيكونس بتاع مين، بتاع الجين ده اهو، تمام، والمشكله دي بتبقى دائمه. which may or not expressed as phenotypic change of the organism. يعني بقى الكلام ده، بص يا جماعه، في حاجه اسمها الجينوتايب وفي حاجه اسمها الفينوتايب. الجينوتايب هو اصلا الـ الجين ذات نفسها. انت لما بتيجي تبص على الجينات، العلماء مثلا ما يقولوا ايه، يقولوا مثلا ان السيكونس ده مظبوط، فالجينوتايب بتاعه مظبوط. لو لقوا ان السيكونس ده مش مظبوط، فيقولوا ان الجينوتايب بتاعه ايه، مش مظبوط. طيب كون ان هو مش مظبوط ده ممكن يؤدي لفينوتايب يعني مش سليم. يعني ايه؟ يعني مثلا الفينوتايب ده اللي هي الاعراض اللي هتظهر على الشخص، اللي هي ايه، اللي هي الاعراض اللي هتظهر على الشخص. فمثلا السيكونس ده اتبدل بسيكونس تاني، يعني المفروض هنا كان يبقى فيه مثلا ايه اتبدل بجي، تمام، فده ادى لمشكله في الجين، والجين ده بدا بعد كده يكسبرس البروتين ابنورمال، والبروتين الابنورمال ده بدا يؤدي الاعراض ابنورمال على الشخص. فانا ابدا اشوف الاعراض الابنورمال على الشخص دي على هيئه حاجه ايه، حاجه اسمها ابنورمال او فينوتايبك تشينج، اسمه كده، اسمه الفينو ايه، فينو تايب، تمام. ليه بقى؟ لان ممكن التبديل البسيط ده هو ممكن ما يحصلش فيه اي مشكله، ففينوتيبيكالي يكون الشخص ده نورمال ما فيش فيه اي مشكله خالص. فدي الفكره بتاعت ايه، بتاعت ان هو ممكن يحصل منه فينوتيك تشينج، فينوتايبك تشينج اقصد، فينوتايبك تشينج، وممكن ما يحصلش منه اي فينوتايبك تشينج، ممكن يبقى الشخص ده طبيعي ما فيش فيه اي مشكله، تمام. طيب الميوتيشنز دي بتحصل في اقل من 1% من البوبيوليشن، في اقل من 1%، وده اللي هنفرق ما بينه وما بين الايه، الناس اللي عندهم البولي مورفيزم. هناخد مع بعض ان شاء الله يعني ايه كلمه بولي مورفيزم، ولكن في فرق شاسع ما بين الميوتيشن والبولي مورفيزم. الميوتيشن بتحصل في اقل من 1% من الايه، من البوبيوليشن، بعكس البولي مورفيزم ممكن يحصل في 1% او اكتر من ايه، من البوبيوليشن. طيب ده مثلا جايب لك مثال اهو، اللي هو ميوتيشن في الجين ده اهو، اسمه BAX6، اسمه كده، تمام. الجين ده هيبدا يعمل حاجه اسمها ايريديا. يا جماعه ايه اللي يخلي واحد يبقى عينه ملونه كده؟ هي القزحيه بتاعت العين، هي حاجه اسمها الايرز، اسمها ايه، اسمها الايرز. ففي بعض الناس عندهم الجين ده بايظ، اسمه كده BX6 جين. الجين ده لما يبوظ يبدا بعد كده الشخص ده يتولد وما عندوش هذه القزحيه وما عندوش هذه الايرز، فيبدا عينه كلها ايه، كتله واحده كده. فده فينوتيبيكالي تشينج او فينوتيبيك تشينج، يعني ايه، يعني الجين باظ وبدا يظهر على الشخص ده اعراض. ايه العرض اللي ظهر؟ ان ما عندوش ايه، ان ما عندوش الايرز او ما عندوش الايه، القزحيه. كلمه ان يعني ما فيش، ايريديا يعني ما فيش الايرز او ما فيش الايه، القزحيه. طيب ايه بقى اسباب الميوتيشنز؟ قال لك اسباب الميوتيشنز في حاجه اسمها الميوتاجين. كلمه جين يعني جينيسيس، وميوتا يعني ميوتيشن، يعني حاجات هتخلق الايه، الميوتيشن، زي مثلا حاجات فيزيكال، حاجات كيميكال، حاجات بيولوجيكال، هنبدا نقولهم مع بعض ان شاء الله. طيب الميوتاجينيسيس
هي بقى العمليه ذات نفسها بتاعت ايه، بتاعت ظهور الميوتيشن. يعني كلام قراءه يعني بيقول لك ممكن تكون سبونتينيوس او ايه او انديوست. يعني سبونتينيوس يعني لوحدها كده حصل ايه، حصل الميوتيشن ده، الميوتاجينيسيس حصل لوحده. او ممكن يكون انت بقى اتعرضت مثلا لزياده في الالترا فايلوت ريز، يعني انت مثلا اتعرضت لاي حاجه زي مثلا الالترا فايلوت ريز او اتعرضت للكيميكالز اي حاجه تبقى انديوست. كلمه انديوست يعني ايه؟ بفعل فاعل. طيب ايه بقى الاسباب دي، يعني ايه اللي ممكن يعمل كده؟ قال لك الاسباب دي ممكن تكون حاجه اسمها ايرور في الدي ان ايه بوليمريز اند ايه اند ريبليكيشن. احنا قلنا ان الفكره كلها ممكن تحصل اثناء ايه، اثناء عمليه الريبليكيشن، يعني اثناء استنساخ هذا الدي ان ايه، اثناء استنساخ هذا الدي ان ايه. فممكن اثناء الاستنساخ بدل الدي ان ايه بوليمريز بدل مثلا لما يحط هنا كده مكان الجي هنا يحط قدامها سي، لا يحط قدامها ايه، فيبقى دي فيها مشكله، الدي ان ايه بوليمريز بنى غلط صح. فدي اثناء عمليه ايه، اثناء عمليه الريبليكيشن الدي ان ايه بوليمريز بنى غلط او ايه او اند ريبليكيشن. ماشي. الريبليكيشن ايرور اسكيبنج ذا بروف ريدنج. المفروض بقى بعد الريبليكيشن بيبقى في حاجه اسمها التصليح او ايه، او ان هو بعد ما بيخلص بناء كده، هو مثلا عمال يبني كده كده كده، عمال يبني من 5 3 كده، المفروض بعد ما بيخلص بيقوم راجع كده عشان ايه، يراجع اللي هو عمله. دي اسمها البروف ريدنج، اسمها ايه، بروف ريدنج سيستم. هو بقى في مشكله في البروف ريدنج سيستم ده، يعني اسكيبنج ايرورز، في ايرورز معينه بتسكيب الايه بروف ريدنج سيستم وفي الدي ان ايه بوليمريز، فده يؤدي الى الجي ان ايه ميوتيشن ويفضل بيرمننت عندنا، ما بيبقاش فيه اي تصليح يعني. طيب في حاجه تانية زي ايه، زي الفيرال دي ان ايه ان ذا كروموزومال. يعني ايه بقى الكلام ده، يعني مثلا واحد اصاب بفيروس معين. احنا يا جماعه ايه فكره الفيروس، الفيروس كل وظيفته في الحياه ان هو يدخل جسمنا. تخيل مع بعض الفيروس ده داخل جسمنا اهو، تمام، ده كده الريسبيراتوري سيستم بتاعنا، دي اللنجز بتاعتنا ودي الخلايا بتاعه الايه، بتاعه اللنج مثلا. يوم داخل جوه خليه من خلايا اللنج، ادي الفيروس اهو الشرير اهو، يدخل جوه خليه من خلايا اللنج، هو بيبقى عنده الماده الوراثيه بتاعته، بيبدا يحط الماده الوراثيه بتاعته في الماده الوراثيه بتاعه الدي ان ايه بتاعنا، فبالتالي بيبدا تكوين حاجات تبع الفيروس ذات نفسه. يعني الفيروس بيتخذ الخليه بتاعتنا معول ليه عشان يصنع منه حاجات. فعشان كده بنقول ان هي بيحصل انتجريشن اوف السيرتن فايرال دي ان ايه ان ذا كروموسومال دي ان ايه، يعني بيحط الماده الوراثيه بتاعته جوه ايه، جوه الكروموسوم او دي ان ايه بتاع الكروموسومات بتاعتنا. طيب يبقى احنا كده قلنا مشكله في في الريبليكيشن، قلنا انتجريشن باي الفيرال دي ان ايه، فيرال دي ان ايه زي الهيباتايتس بي مثلا، واخر حاجه اللي هو الانفايرومنتال كوزز زي الكيميكال والراديشن. يعني واحد بيتعرض مثلا لنيتروس اوكسايد مثلا فبيؤدي ل دي امينيشن اوف السيتوزين تو اليوراسيل. يعني ايه بقى الكلام ده، بص كده انا كنت جايب لكم رسمه هنا اهي، بص كده بص كده، ده مين ده كده، ادي اهو ده كده السيتوزين، دي كده السيتوزين وادي اليوراسيل، الاثنين من اي من حلقات البيرميدينز اللي هي مقطع كبير، فاذا حلقه واحده. هنا السيتوزين عليه امينو جروب هنا عند الكربونه دي، هنا ما فيش صح. بيحصل بقى ايه لما الشخص ده يتعرض لكيميكال معينه، بيبدا يحصل دي امينيشن للايه، للامينو جروب دي. لما يحصل دي امينيشن بيبدا بعد كده يتحط اكسجينيه هنا بدلها، وبتتحول السيتوزين ده لليوراسيل. هل تحول السيتوزين لليوراسيل في السلسله بتاعه، في السلسله بتاعت او السيكونس بتاع الجين، دي حاجه طبيعيه؟ ممكن ما تكونش حاجه طبيعيه، ويكود لي يكود لي امينو اسيد مختلف غير اللي احنا ايه، غير اللي احنا محتاجين. فدي امثله من الامثله اللي هو بيقول لك عليها، اللي هو ايه، اللي هو الكيميكالز زي النيتروس اوكسايد. نيتروس اوكسايد بيعمل ايه، بيعمل دي امينيشن للسيتوزين لحد ما يحوله ليوراسيل. في راديشنز بقى، ودي الموضوع ده مشهور لازم تكون عارفه، الراديشن زي الالترا فايلوت ريز مثلا، الاكس راي والجاما، الناس اللي بتشتغل في الاشعه والكلام ده بيبقوا معرضين لحته الايه، لحته الميوتيشنز دي. واشهر ميوتيشن على كده حاجه اسمها السيامين دايمر. يعني ايه؟ يعني مثلا ادي السلسله اهي، ادي السلسله اهي بتاعه السيكونس، تمام. المفروض ان في بيبقى فيه هنا مثلا، في هنا مثلا بيبقى فيه هنا تي، وهنا بيبقى فيه تي، والتي دي بترتبط بمين، تي دي بترتبط بالايه مثلا، وادي بترتبط بالايه، بالايه صح. قال لك ان بيحصل ايه، سيامين دايمر، يعني السيامين دي كده ودي كده بيبداوا يرتبطوا ببعض كده، يعني هما الاثنين يبداوا يرتبطوا ببعض ويفكهم من ايه، من الاي دي والاي دي، دي بيسموهم سيامين دايمر. وبيحصل من خلال هذه المشكله ديزيز اسمه، يعني هنعرفه كمان شويه ان شاء الله، بسبب الموضوع ده. مين اللي بيعمل الحكايه دي، هو الراديشن، هو اللي بيجي هنا وبيحفز العمليه دي ان هي تحصل. طيب كده احنا خلصنا الكوزز، تعالوا ندخل على الكلاسيفيكيشن بقى. قال لك الكلاسيفيكيشن بتاع الميوتيشن على حسب هل هو وراثي ولا مش وراثي، هل هو بيحصل في انهي خلايا بالظبط، هل بيحصل في الجيرمي لاين ولا بيحصل في السوماتيك، يعني بيحصل في الخلايا الجسديه ولا في الخلايا الجنسيه. ليه؟ لان على حسب، يعني لو بيحصل في الخلايا الجنسيه او في الجيرم سيلز، زي مين الجيرم سيلز، زي السبرم سيلز مثلا اللي هي الخلايا بتاعه الحيوانات المنويه، او في الاوفم مثلا، الخلايا دي لما بيحصل فيها الميوتيشن بيبدا بعد كده ينتقل من الاباء للابناء، فترانسفيرد تو وانس اوف الاوف سبرينج، اوف سبرينج اللي هم الاحفاد يعني او الابناء، تمام. انما السوماتيك ميوتيشنز لا، ما بيحصلش ايه، يعني انت ما بتنقلش الخلايا او الجينات اللي موجوده في السوماتيك او في الخلايا الجسديه بتاعتك للابناء، لا ده هي ممكن تحصل باي انديوست reagents مثلا زي الترا فايلوت ريز، زي كيميكالز معينه وهكذا، او مثلا واحد بياخد دراجز معينه ممكن تحصل، ولكنها مش هتبقى وراثيه. يعني هو جت مثلا للشخص ده ولكن مش هيورثه للايه، للابناء. not transferable to a to one's offspring. يعني مثلا ده مثال، دي واحده
عندها سوماتيك ميوتيشن. يعني ايه؟ يعني عندها مشكله في الجينات بتاعت البريست بتاعتها، يعني ميوتيشن، خدت مثلا ادويه، تعرضت لاي حاجه، او سبونتينيوس حتى ممكن يحصل لها ميوتيشن في الـ في الـ في الجينات بتاعت البريست، فيبدا الجينات بتاعت البريست هنا دي تتجنن، والخلايا بعد كده بتاعت البريست تبدا تتجنن وتعمل لنا ايه؟ وتعمل لنا التيومر، فيبدا يعني يحصل عندها تيومر. طب هل التيومر ده ممكن هي تورثه لاولادها او بناتها؟ لا، مش وراثي ولا حاجه. بعكس مثلا لو هي عندها مشكله في الاوفم بتاعتها، او مشكله في اي حاجه بقى، في الايج او في السبيرم مثلا، لو ده شخص ذكر مثلا ولا حاجه، يقدر ان هو يورثه لايه؟ لاولاده. فنخاف من الموضوع ده. ده بالنسبه لايه؟ للكلاسيفيكيشن. طيب انواع الميوتيشن بقى، عندنا نوعين من الميوتيشن، عندنا حاجه اسمها بوينت ميوتيشن، وعندنا حاجه تانية اسمها ايه؟ اسمها ديليشن اور انسرشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ قال لك بوينت ميوتيشن من اسمها، يعني بيحصل ميوتيشن في بيز واحده بس، او وان بيز تشينج، حاجه واحده بس هي اللي اتغيرت، بوينت، حته نقطه بس اللي اتغيرت وهي اللي سببت المشاكل دي كلها. فلما تيجي تعرف كده بيقول لك ان دي ريبليسمنت اوف ا سنجل بيز باي انذر، يعني انت استبدلت بيز كانت المفروض تبقى موجوده ببيز ثانيه المفروض ما تبقاش موجوده، فانت كونت كود اوف الايه، يعني انت كونت كود المفروض ما يبقاش موجود، يعني او كونت كود مختلف، يعني انت غيرت في الكود المفروض يتصنع. يعني الكلام ده بقى قال لك ان الانواع دي، يعني مثلا احنا عارفين ان ان القواعد النيتروجينيه بتاعتنا يا اما تبقى ايه، يا اما تبقى بيورينز صح، يا اما تبقى بيرميدين صح، بيرميدينز. والبيورينز هم مين؟ هم الادينين والجوانين، والبيرميدينز بحروف كلمه كات اللي هم سيتوزين يوراسيل وايه وثيامين. طيب اللي بيحصل ده، قال لك ان ممكن يحصل حاجه اسمها ترانزيشن ميوتيشن وحاجه اسمها ترانزفيرشن ميوتيشن. يعني الكلام ده، يعني مثلا هنا كده الترانزيشن ميوتيشن، انا ببدل البيز ببيز تانية في السيم تايب بتاعها، يعني مثلا المفروض كان المفروض في السيكونس يبقى المفروض ايه، انا ببدل بشيل الاي دي وبحط بدلها جي، او مثلا في السيكونس المفروض يبقى فيه جي انا بشيل الجي دي وبحط بدلها ايه، او مثلا في السيكونس في سي او السيتوزين انا بشيل السيتوزين وبحط بدلها يو، وهكذا. فانا بشيل من نفس العيله، من نفس الايه، من نفس التايب، يعني بشيل من بيورين احط بيورين، بشيل من بيرميدين بحط بيرميدين، فده اللي اسمه ايه، اسمه ترانزيشن. فاهو في الترانزيشن انا شلت التي وحطيت بدلها ايه، وحطيت بدلها سي، شلت التي اللي هنا وحطيت بدلها سي، او مثلا شلت الايه وحطيت بدلها جي، وهكذا السهم رايح جاي. طيب بعكس مين بقى؟ بعكس حاجه اسمها ترانزفيرشن ميوتيشن. يعني ايه؟ يعني البيز دي اتغيرت ببيس تانية مختلفة عنها تماما، يعني مثلا انا شلت الاي وحطيت بدلها سي، او مثلا شلت اليو وحطيت بدلها جي، وهكذا. فانا بشيل واحدة من عيلة البرميدين واحط بدلها واحدة من عيلة الاي، واحط بدلها واحدة من عيلة البيورين. فادي هو كاتب لك، او ادي التي انا شلت التي وحطيت بدلها مثلا اي، او شلت التي وحطيت بدلها جي، والعكس بقى السهم ايه، او ممكن اشيل الاي واحط بدلها تي، وهكذا. طيب او مثلا ده كده من برميدين تو اي تو بيورين، هو بيقول لك يعني من برميدين تو بيورين. طب اعكس بقى من بيورين تو برميدين، انا مثلا من بيورين اهو شلت الاي اللي هي دي، شلت الاي وحطيت بدلها مين، التي، او شلت الاي وحطيت بدلها السي، وهكذا. دي نفس الفكره. فمثلا ادي مثال اهو، ده مثال الترانزيشن، ده كان سيكونس عادي طبيعي، كان المفروض هنا كان فيه المفروض يبقى ايه مرتبط بايه، مرتبط بتي، احنا شلنا ايه، شلنا الاي خالص وحطينا بدلها جي، فبالتالي الجي هترتبط بمين، بالسي، فاحنا شلنا واحد من عيله البيورين وحطينا بدل واحد تاني من نفس عيله البيورين اللي هو شلنا الادينين وحطينا بدله الجوانين. انما الترانزفيرشن مثلا انا شلت السي خالص السيتوزين وحطيت بدلها جي، طب السيتوزين دي كانت واحده من عيله الايه، البيرميدين، واحده من الكات صح، وحطيت بدلها الجي اللي هو واحده من الايه، من البيورينز، وهكذا. واعتقد الكلام سهل يعني. طيب الايفكت بقى بتاع البوينت ميوتيشن، قال لك طب انت اللي شلته ده يعني ممكن يسبب مشكله قوي، يعني انت البوينت ميوتيشن الحته اللي انت عملت فيها مشكله دي او بدلتها دي ممكن تسبب مشكله؟ قال لك اه ممكن تسبب مشكله، او ممكن ما تسببش. يعني قال لك لو ما سببتش مشكله انا ممكن اسميه سايلنت، مفيش اي حاجه حصل، ولا اكن اي حاجه حصل. يعني انت شلت، يعني انت يا معلم هنا شلت ايه، كان المفروض ده كان كود معين سي تي سي، تمام، شلت السي تي سي وحطيت بدل السي حطيت جي، فبقى سي تي جي. الكودون ده بقى بيكود لامينو اسيد، نفس الكودون اللي هنا اللي كان بيكود لنفس الامينو اسيد، فاذا انت ولا اكنك عملت حاجه، فاذا سايلنت، ولا اكن عملت حاجه، فده بيسميه سايلنت ميوتيشن. بعكس حاجه تانية اسمها الميس سنس ميوتيشن. يعني ايه ميس سنس؟ يعني المفروض ان المفروض هنا الكودون ده هو كان يكود مثلا لامينو اسيد مثلا اسمه جلايسين، تمام، انت شلت السي دي وحطيت بدلها مثلا اي قاعده تانية او اي بيس تاني، فبقى الكود اللي اتغير ده هو بقى بيكود لامينو اسيد تاني اسمه مثلا ارجينين، اسمه ايه، ارجينين. فاذا ارجينين ده هيبقى في مشكله، او في ميس سنس، في مشكله في النص في الايه، في السيكونس ده المفروض الامينو اسيد ده ما يبقاش موجود، ده ممكن بعد كده ياثر على مين، ياثر على البروتين اللي هيتم تصنيعه، فعشان كده سميناه الميس سنس ايه، ميوتيشن. مثال شهير جدا 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 على كده هو الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا، او الناس اللي عندهم انيميا الخلايا المنجليه، يعني الدم بتاعهم او الار بي سيز بتاعتهم بدل ما تبقى طبيعيه كده
تمام؟ لا بتبقى ايه، بتبقى منجليه الشكل كده، تمام؟ قال لك ان المشكله كلها في الناس اللي عندهم الديزيز ده، ان السيكونس بتاع الجلوبيلين يا جماعه، احنا عارفين ان الهيموجلوبين بيبقى موجود جوه خلايا الدم الحمراء، فلما نيجي نكبر كده على الهيموجلوبين المفروض ان هو بيبقى ايه مكون، يعني انا برسم رسمه توضيحيه بس، مكون من اربعه ايه بوليمرز كده، مكون اربعه بوليمرز كده اهو، تمام؟ بيبقى اسمه هيموجلوبين، فالجزء اللي فوق ده كله اسمه هيم، والجزء اللي تحت ده كله اسمه ايه؟ اسمه جلوبين، ده كده اسمه جلوبين. قال لك بيبقى فيه 2 الفا و2 بيتا ايه؟ 2 بيتا جلوبين، تمام؟ قال لك الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا بيبقى عندهم مشكله في الجلوبين ده، لما تيجي تبص على الجلوبين ده السيكونس بتاعه بيحصل فيه مشكله، يعني سيكونس مثلا هنا امينو اسيد معين، وادي الثاني وادي الثالث وادي الرابع وادي الخامس وادي السادس بتاع الجلوبين، قال لك في امينو اسيد في النص بيستبدل بامينو اسيد ثاني، قال لك مين بقى؟ قال لك الجلوتاميك اسيد او الجلوتاميت اللي موجود عند بوزيشن نمبر 6 في الهيموجلوبين بيبدا يتشال ويتحط بداله فالين، بيبدا يتشال ويتحط. هو الفالين ده كان واحد من ضمن انهي نوع من امينو اسيد؟ اللي هو مين؟ اللي هو برانش دي تشين امينو اسيد، فالين ليوسين ايزوليوسين، صح؟ فانت بتشيل لي واحد اسمه جلوتاميك اسيد كان المفروض يبقى مهم في السلسله دي، وبتحط لي بداله واحد برانش دي تشين اللي هو اسمه الفالين، فاذا ده طبعا هياثر على ايه؟ على الجلوبين بعد كده، ويبدا الناس دي بعد كده. هو الفكره كلها في الديزيز ده يا جماعه، يعني انا عايزك تتخيل ان ده مين؟ ان دي كره الدم الحمراء اهي، تمام؟ دي اسمها كره الدم الحمراء، بس انا باصص عليها مثلا من فوق، تمام؟ فبيبدا ايه اللي يحصل؟ بيبدا الهيموجلوبين بعد كده لما يتشال الجلوتاميك اسيد يتحط بداله فالين، فيبدا الهيموجلوبين يترسب جوه خلايا الدم الحمراء، فيبدا يترسب كده يترسب كده يترسب كده، فيبدا يتقلها، يبدا يتقلها، عشان كده تبدا بعد كده الخليه تبقى عامله كده في الشكل، تبقى سيكل كده. يعني مثلا انت لو عايز تتخيلها اكتر، عايزك تخيل ان انت باصص عليها من فوق اهي، يعني انت باصص على كره الدم الحمراء من فوق، تمام؟ فادي اهو الاسمه ايه، الهيموجلوبين بيبدا يترسب يترسب يترسب، فيزقها لتحت يوقعها لتحت، فلما تيجي تبص عليها من الجنب بقى هتبقى شكلها عامل كده، يبقى شكلها عامل كده، وكل الهيموجلوبين بترسب كده، كل الهيموجلوبين بترسب، عشان كده بيبقى شكلها ايه؟ سيكلد. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للاكزامبل بتاعنا. يبقى احنا كده قلنا اول نوع ايه ممكن ما يحصلش اي حاجه خالص، سايلنت ولا اي حاجه حصل، نفس الكودون بالظبط بنفس الامينو اسيد بنفس، يعني مش نفس الكودون، اقصد اصل الكودون لما اتغير عمل كود لنفس الامينو اسيد. وفي حاجه ثانيه اسمها الميس سينس، ممكن يحصل منه مشكله بيتبدل بامينو اسيد ثاني، ممكن يحصل حاجه بقى اخطر اسمها النون سينس، يعني انت عملت صنع لي في عملت صنع لي مثلا ادي اهو ادي 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 النوايا وادي الماده الوراثيه اهي، وطلع الماسنجر ار ان ايه، وادي الريبوزومات اهي، عملت صنع لي في مين؟ عملت صنع لي في البروتين، اقصد عملت صنع في البروتين، عملت صنع في البروتين، وفجاه قابلها الستوب كود، قابلها الستوب كود، فهتبقى هتوقف تصنيع. طب ممكن يكون بسبب الميوتيشن اللي حصل ده، تمام؟ الستوب كودون يقف قبل او يجي قبل اوان، فيبدا البروتين مثلا كان المفروض يكمل مثلا اهو ويصنع لي كل ده، لا يقف هنا كده وما يكملش تصنيع، فاذا البروتين دي بقى شرانك كده، يبقى صغير في الحجم، وده الاخطر على الاطلاق، ده اسمه نونسنس. نونسنس اكنك وقفت اكنك وقفت في التصنيع، ده بسبب ايه؟ بسبب الكودون اللي انت كونته، غيرت بيز، البيز دي لما غيرتها كونت لك حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها الستوب كودون. تعال بقى نبص على الكلام ده عشان نفهم يعني ايه. كان بص هو بيقول لك حتى انت لما كونت الستوب كودون الترمينيشن اوف الترانسليشن، انت وقفت الترانسليشن، عملت ترمينيشن ات ايه ات ذس بوينت، فانت حولت البروتين بتاعك لايه؟ لشورتند او ترانكيتد بروتين، يعني بروتين ايه؟ قصير، والبروتين قصير المفروض يبقى اطول من كده، تمام؟ طيب تعالوا بقى عشان ايه نطبق على الكلام ده. قال لك دلوقتي انت عندك الفرق بقى البوينت ميوتيشن، عندك المفروض ان في عندك مثلا ده سيكونس اسمه تي تي سي، اسمه كده اسمه ايه؟ اسمه تي تي سي. التي تي سي ده على الدي ان اي ليفل انت عملت له بقى ترانسكريبشن عشان يتحول التي قصادها ايه، التي قصادها ايه، والسي قصادها جي، تمام؟ والمفروض بقى ان السيكونس ده كده على بعضه يكون لي امينو اسيد بعد كده بالترانسليشن اسمه ايه؟ اسمه لايسين، تمام؟ فادي عندك اهو المفروض ادي التي تي سي احنا حطيناه كده، بص خد بالك ده هنا كده دي ان اي ليفل، بعد كده الماسنجر ار ان اي ليفل، بعد كده البروتين ليفل، يعني ده كده على مستوى دي ان اي، ده بعد كده ده على مستوى الماسنجر ان اي بعد ما حصل له ترانسكريبشن، بعد كده بعد ما حصل له ترانسليشن بقى للايه البروتين اللي هو اللايسين. قال لك التي تي تي ده اصلا السي دي استبدلت بالتي، فلما استبدلت بالتي بعد كده البوليمريز بدا يصنع لي، او الار ان اي بوليمريز بدا يصنع لي بدل ما المفروض بقى هيترجم السي للجي، لا ترجمها لي كده من التي ام مدي ايه حقه، هو شايف قدامه تي فيحط قصادها ايه، فاذا انت صنعت لي كودون جديد اسمه الاي اي اي، الكودون الجديد اللي اسمه الاي اي ده هيكود برده اللايسين نفس الامينو اس نفس الايه الامينو اس، لان الاي اي جي كان بيكود برده لمين؟ للايسين نفس الامينو اس. طيب بعكس بقى الميس سينس ميوتيشن، قال لك هنا ده عند الدي ان اي ليفل كان المفروض دي تبقى تي، انت شلت التي دي وحطيت بدلها سي، تمام فانت لما حطيت بدلها سي الار ان اي بوليمريز بدا يبني لك بدل ما يحط مثلا بدل التي يحط ايه، لا هو شاف سي ام حاطط قصادها جي، فكون لك كودون جديد بدل ما يكود لي اللايسين، لا ده عمل كودنج لمين؟ للارجينين، فاداك امينو اسيد مختلف خالص، فده نسميه ميس سينس ميوتيشن. طيب واحد تاني عنده مثلا ادي تي تي سي اهو على الدي ان اي ليفل،
التي دي استبدلت بالاي. بص كده لما استبدلت بالاي اللي حصل، الاي دي الار ان اي بوليمريز ترجمها ليو، فصنع لي كودون اسمه اليو او اليو اي جي. الناس اللي فاكره اليو اي جي يو ار جان، فاذا ده عباره عن ستوب كودون يو ار جان. تمام، يو ار جان. كان في واحده تانية اسمها ايه اليو اي اي اللي هو يو ار اواي ويو ار جان ويو جو اواي. تمام، عشان تحفظهم يو ار اواي يو ار جان ويو جو اواي. تمام، فاذا ده عباره عن ستوب كودون، ويبدا يحصل بقى ايه ترونكيتد بروتين. يبدا ده اسمه اهم هما كاتبهم لكم يو اي اي يو ار اواي يو ار جان ويو جو اواي، دول اسمهم ستوب ايه ستوب كودونز. طيب دلوقتي هو جايب لك بقى امثله بقى، احنا يعني هو بيقول لك مثلا ان هنا ده كان المفروض ده كان هي الكودون ده المسنجر ار ان اي كان المفروض هيترجم لفينايل الانين. تمام، وده هيترجم لتيروزين وهكذا. حصل ميوتيشن هنا بس، ولكن ده مثلا الاي دي بدل ما تبقى ايه استبدلت بجي، وبعد كده الار ان اي بوليمريز بدا يصنع بدلها يو. تمام، فبقى اسمه يو يو سي. تمام، بدا يتم تصنيع من خلاله بالترانسليشن فينايل الانين، نفس الفينايل الانين اللي كان بيتم تصنيعه هنا. فاذا ده عباره عن ايه عن سايلنت ميوتيشن. بعكس واحد تاني مثلا كان عنده هنا كده، تعالى بص كده هنا هنا كان المفروض سي جي تي، صح؟ السي جي تي دي الجي استبدلت بمين؟ بالسي. الجي استبدلت بمين؟ بالسي. فبعد كده الارني بوليمريز بدا يصنع لي جي. فاذا الكودون ده في الاخر بدل ما كان هنا كده كان يتم ترجمته الالانين، لا تم ترجمته الجلايسين وهكذا. بقى نفس الكلام هنا، لا هنا بقى مثلا في الاخيره دي اللي هو الاي اي تي الارني بوليمريز بدا يصنع لي يو اي اي، ده عباره عن ستوب كودون. فاذا الترانسليشن هيقف لحد المرحله دي، مش هيتم تصنيع من خلاله مين البروتين، او يقف لحد كده، فلذلك البروتين هيبقى شرونكيت. ده كده بالنسبه للبوينت ميوتيشن، ودي سهله ما فيش فيها اي مشكله. الفكره بقى في الايه في الديليشن، ده نوع تاني من انواع الميوتيشن اسمه الديليشن اور الانسرشن. يا اما تشيل حته يا اما تحط حته، يا اما تشيل خالص يا اما تحط خالص. فلما تشيل خالص بيحصل حاجه اسمها الفريم شيفت ميوتيشن. يعني ايه؟ وكأن السيكونس اتحرك كده حركه، حصل له حاجه اسمها الفريم شيفت، اتحرك كده فريم، اتحرك كده لايه الناحيه الثانيه. ازاي بقى؟ عايزين نعرف الكلام ده. قال لك ان انت عشان تعمل ديليشن او تعمل انسيرشن في نوع ده الميوتيشن، لازم يكون يا اما 1 نيوكليوتيد او اكتر من كده، يا اما 1 نيوكليوتيد او اكتر من كده. تمام، ولكن اخرك لحد 3 نيوكليوتيد، ما تعديش ال 3 نيوكليوتيد او اضعافها. يعني ايه؟ يعني مثلا 3 ما ينفعش، مثلا ال 3 ضعف ال 3 كام؟ الستة. ما ينفعش. ليه بقى؟ قال لك لان انت لما بتشيل كودون اصلا، لو انت شلت 3 مثلا، انت كده اكنك شلت كودون. تمام، اكنك شلت ايه كودون، ما حصلش فريم شيفت ولا حاجه. طب لو شلت اضعاف، اكنك شلت 2 كودون من الايه من الـ من البتاع ده. فاذا مش هيحصل من خلاله فريم شيفت. يعني مش هيحصل من خلاله فريم شيفت؟ تعالوا كده نبص مع بعض. هنا مثلا ده كان واحد عنده سيكونس بتاعه اهو، ده كده التمبلت دي ان ايه، وده المسنجر ان ايه اللي هيتم تصنيعه من خلاله. عايزك تاخد بالك من ايه؟ عايزك تاخد بالك من الاي الاي ده هي والاي واللي قصادها اليو. بص الاي ده هي واللي قصادها اليو اهي، بص كده، بص هي ده هي نفس الكلام، وبعدها تي قصادها الاي، وادي تي قصادها الاي وهكذا. تمام، هنا يعني احنا حطينا سيكونس او بيس بير زياده، فعملنا انسرشن. فلما عملت الانسرشن حصل فريم شيفت في الكودونز. يعني ايه؟ يعني المفروض ان هنا مثلا، سيبك من اول واحده دي، هنا مثلا كان المفروض يبقى يو اي يو عشان يعمل لنا ايه ترانسليشن للتيروزين. هنا لا، حصل فريم شيفت. اليو اي يو بص بقت عامله ازاي. اليو اي يو ما ينفعش، دي كده ما بقتش كودون، لا دي كده ما بقتش كودون، لا ده تم تصنيع كودون جديد هنا بسبب الانسرشن ده، وبدا يكون لنا الاي يو اي ده يكون لنا ايه الامينو اسيد الثاني ده الغريب ده. تمام، وهكذا. فانت عملت فريم شيفت ميوتيشن، من خلال الفريم شيفت ميوتيشن انت بدات بعد كده الامينو اسيد تتصنع مختلفه خالص خالص خالص. يعني هنا مثلا كان المفروض هنا تيروزين، بعد كده الانين، بعد كده ارجينين، لا ده انت صنعت لي حاجات مختلفه، هنا بقى ايزوليوسين، هنا بقى سيستينين، بقى هنا فيريونين وهكذا. فاذا فريم شيفت ميوتيشن خطير. انت في البوينت ميوتيشن كنت ممكن تشيل حاجه هنا وتستبدلها بحاجه تانية وخلاص، والدنيا ما فيش فيها اي مشكله، بتغير لي امينو اسيد واحد، لا انما هنا ده انت بتغير لي بقيه الامينو اسيدز كله، مجرد بس ان انت حطيت واحده هنا، فانت حركتهم لي ايه، حركتهم لي واحد. طب افرض بقى انت مثلا حطيت لي ثلاثة في النص، يعني حطيت لي ثلاثة في النص هنا، خلاص مشكله، الثلاثة اللي في النص دول هيصنعوا لي امينو اسيد جديد وخلاص. طب لو شلت لي ثلاثة من النص، خلاص الثلاثة اللي في النص دول اللي انت شلتهم مش هيصنعوا لي الامينو اسيد اللي كانوا المفروض يصنعوا. تمام، وهكذا. واضعفهم بقى، حطيت لي مثلا 2 كودونز، يعني حطيت لي بدل 3 امينو اسيد حطيت 6 امينو اسيد، فانت حطيت 2 زياده هيصنعوا لي 2 امينو اسيد زياده وخلاص وهكذا. واظن الموضوع ايه، واظن الموضوع بسيط. ده كده بالنسبه لايه، ده كده بالنسبه للانسرشن. طب الفريم شيفت ديليشن بقى، ده كان اسمه فريم شيفت انسرشن. فريم شيفت حصل فريم شيفت بسبب ان انا حطيت حاجه زياده، انسرشن حاجه زياده. طيب الديليشن بقى، انت شلت بقى، يعني شلت، يعني مثلا عايزك تتخيل ان دي كانت اسمها اي يو تي اي اي يو، هنا بص ادي اي يو، بص كده التي اي شلتها خالص من هنا، شلت تي اي من هنا خالص. تمام، فاذا الكل بقى هيلحم في بعضه، يعني ايه الكل، يعني الاي يو دي هتلحم بعد كده في اللي بعدها اللي هو الاي يو اللي بعدها، فهيحصل بقى فريم شيفت.
يعني يحصل ايه فريم شيفت بعد كده. الامينو اسيد اللي كان المفروض يترجم هنا اللي هو الاي اي اليو اي يو اللي المفروض يترجم لتيروزين لا مش هيبقى موجود. فده كده على بعضه. اللي بعده بقى اللي هو اليو يو جي ده بعد ده كده بقى كودون جديد وبقى يترجم لي اليوسين، واللي بعده بقى يترجم لي الهيستيدين بعكس مين بعكس اللي فوق دول. يعني حصل فريم شيفت برضه ولكن بسبب مين بسبب الديليشن، واظن الموضوع واضح يعني. طيب ده كده اسمه ايه انسيرشن وديليشن بس مش مالتيبل، يعني الرقم مش مضاعف، يعني مش 3 مش 6 مش 9 وهكذا. طب افرض بقى كان مضاعف مالتيبل، انت حطيت لي كودون زياده مثلا، حطيت لي 3 زياده فخلاص هيتم تصنيع امينو اسيد زياده، شلت لي 3 زياده فخلاص مش هيتم تصنيع امينو الاسيد اللي كان المفروض يتصنع. فهل هنا كده انت تقدر تقول عليه فريم شيفت؟ ما ينفعش تقول عليه فريم شيفت لان انت ما عملتش فريم شيفت، انت يا دوب حطيت كودون زياده عباره عن 3 نيوكليوتايدز او شلت 3 نيوكليوتايدز بس. فهنا ده الفرق، هو بيفرق لك ما بين النورمال، ده النورمال اهو تمام بيصنع لك الامينو اسيد ده او الامينو اسيدز دول تمام، ده كودون واحد 2 و3 بيصنع لك الامينو اسيد ده الثلاثه دول تمام. في الانسرشن ميوتيشن بقى اللي هو الفريم شيفت، انت ايه انت مثلا هنا كده انت هنا كده قمت حاطط يعني نيوكليوتيد زياده هنا اللي هي التي، فقمت عامل شيفت هنا كده يعني مثلا ادي سي 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 اهي بص بقت عامله ازاي، ادي سي 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 وبعدها اي سي تي وبعدها اي سي تي، فانت كده خلاص حطيت لي ايه كودون يعني عملت شيفت في الموضوع. فبدا المفروض كان المفروض بدا ده كده كان اسمه ده كده كان اسمه الامينو اسيد ده انت شلته لي خالص وبدات تصنع سيرين، واللي بعده سيرينين بدا يتصنع هيستيدين وهكذا كله اتغير بعدين. بعكس مين الانسيرشن ميوتيشن اللي هو النانش الفريم شيفت، اللي انت حطيت واحد كودون زياده عباره عن 3 امينو اسيد خلاص صنع لي واحد جديد اسمه الفينايل الانين، ولكن اللي قبله واللي بعده زي الفل ما فيش فيهم اي مشكله تمام لان انت حطيت الثلاثه دول بس خلاص. ده كده بالنسبه لايه للميوتيشنز. طيب تعالوا بقى ندخل على مين على الريبير. دلوقتي حصل مثلا ميوتيشن يعني حصل ميوتيشن اثناء الريبليكيشن في اثناء عمليه الريبليكيشن جوه جسمنا، والمفروض ان احنا بنصلح ايه بنصلح الميوتيشن ده علشان ما يبقاش بيرمننت، عشان ما يبقاش فعلا ميوتيشن ويبقى بيرمننت صح. طيب ازاي بقى نصلحه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه الدي ان اي ريبير. اهو بيقول لك لو في دامج تو الدي ان اي مولكيول، اي مشكله في الدي ان اي مولكيول، في بقى بروسيس باي ويتش بيحصل ايدنتيفيكيشن تمام اند كوريكت مين الدي ان اي دامج ده. بعد كده بيبدا يعني الاول بيتعرف على المشكله، لازم كده يا جماعه تسست نفسك في الدرس ده اتعرف على المشكله ثم صلحها، اتعرف على المشكله ثم صلحها ايدنتيفاي، ثم بعد كده بايه بيصلح المشكله او بيكوريكت الدي ان اي ده مش ده، ده اللي احنا بنسميه الدي ان اي ريبير. طيب ايه بقى اللي يسبب بقى الريبليكيشن ايرورز؟ يعني ايه؟ يعني المفروض اثناء عمليه الريبليكيشن ده كده اهو ده كده تو ستراندز، ومفروض ان انت هنا كده بتصنع ستراند جديد وهنا كده عملت صنع ستراند جديد، هنا كده عملت صنع ستراند جديد وهكذا. المفروض بعد ما بتخلص الدي ان اي بوليمريز بعد ما بيخلص شغله هو مثلا بدا يصنع كده كده وماشي في الطريق ده، بعد ما بيخلص بيقوم راجع كده يعمل حاجه اسمها البروف ريدنج، يعني بيبدا يرجع كده ويتاكد الجي قصادها السي ولا لا، التي قصادها الاي ولا لا وهكذا، لو لقى حاجه غلط بيبدا يصلحها. فده اللي اسمه البروف ريدنج سيستم بتاع مين؟ بتاع الريبليكيشن. طيب ايه بقى اللي يعمل ايرور في الايه في السيستم ده؟ قال لك حاجات كتيره، في حاجات كيميكال، في حاجات فيزيكال، في حاجات سبونتينيوس، ده مش حاجه لوحدها كده من غير ما نعرف تمام. اول حاجات الكيميكال بقى، الكيميكال زي ايه؟ زي حاجه اسمها نيتروس اوكسايد، هو ماده كيميائيه اسمها نيتروس اوكسايد بتبدا تعمل دي امينيشن للسيتوزين لحد ما تحوله اليوراسيل. بص كده ده مين ده كده اللي اسمه السيتوزين اهو اهو، قلناها قبل كده بنبدا نشيل كده الامين جروب اللي هنا الامين جروب ده اهي ونبدا نحط بدلها اوكسجيناي، فيتحول من سيتوزين للايه لليوراسيل. طبعا ده مشكله، طبعا ده مشكله، ده اسمه ايه نيتروس اوكسايد، ده كده اسمه ايه نيتروس اوكسايد، نيتروس اوكسايد حتى من اسمها نيتروس اكنك بتشيل يعني عشان تحشيش اكنك بتشيل النيتروجين او الامين جروب وتحط بدلها اوكسايد عشان تحوله ايه من سيتوزين لمين يوراسيل. في حاجه ثانيه اسمها الالكيليتنج ايجنتس، بص كده الكيليتنج ايجنتس انت بتحط الكايل جروب، من اسمها الكيليتنج ايجنت اللي انت بتحط الكايل جروب زي ايه الكايل على وزن ميثايل صح، زي ما خدته في الكيمياء ايام الثانويه، فانت بتحط الكايل جروب او بتحط مثلا زي مين زي الميثايل جروب في النيتروجين سبيس، بتحط ميثايل جروب في النيتروجين سبيس فبتحولها لحاجه غير طبيعيه. مثلا ممكن مثلا في بعض الديزيزز بتبدا تحط ميثايل جروب هنا كده على اليوراسيل فبتحوله لثيامين، بيتحولوا لايه لثيامين، وده طبعا بتبقى حاجه غير طبيعيه، ده كده اسمه ايه ده اسمه السبب بتاع الدمج ذات نفسه. في حاجه تانية بقى اسمها رياكتيف اوكسيديتيف سبيشيز، يعني زي الفري راديكلز كده، هي دي اللي بتروح تعمل اوكسيديشن لاي ايه لاي بيز بير من دول وبتبدا تعمل مشاكل. زي مثلا حاجه اسمها البيز انالوج، يعني ايه البيز انالوج ميوتاجينز؟ يعني ايه بقى البيز انالوج ميوتاجينز؟ يعني دي عباره عن حاجات انت بتاخدها من بره بتبقى شبه البيز بتاعتك، مثلا بتبقى شبه الثيامين، مثلا بتبقى شبه الثيامين، فتبدا تاخدها وتبدا هي تروح تنسرت كده في الدي ان ايه بتاعك اثناء عمليه التصنيع، تبدا تنسرت كده وتبقى دي حاجه غلط مش طبيعيه. ده كده ايه ده كده اللي اسمه البيز انالوج، انالوج يعني يشبه البيز بتاعك اللي موجود طبيعي في جسمك يعني. طيب دي كده اسمها الكيميكال ايجنت. كيميكال ايجنت اسمها ايه؟ اول حاجه نيتروجينس اوكسايد، تاني حاجه الالكاليتنج ايجنت زي الميثايل جروب، وتالت حاجه اسمها الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، وبعد كده البيز انالوج اللي هي بتشبه مين بتشبه البيزز بتاعتنا تمام. طيب في حاجات فيزيكال ايجنت بقى زي مين؟ فيزيكال ايجنت زي الراديشن،
كيميكال يعني حاجات كيميائيه يا جماعه، فيزيكال يعني حاجات فيزيكال زي الاشعه مثلا، تمام، زي ايه حاجه اسمها الايونايزنج راديشن او الالترا فايلت ريز ذات نفسها اللي بتطلع من الشمس، وعلى فكره بتعمل الحوار بتاع السيامين دايمر ده، يعني بتربط اتنين بيرميدين ببعض، مش احنا قلنا البيرميدينز هم بحروف كلمه كات، السيامين بتبدا تربطه كده في السلسله ببعضه، يعني مثلا هنا كان المفروض يبقى فيه تي وتي دي ترتبط بالاي، وهنا كان المفروض يبقى فيه تي وترتبط بالاي، هنا لا هي الراديشن بيقوم رايح هنا كده وبيخلي التي ده هي ترتبط بالتي اللي جنبها، فتعمل لنا حاجه اسمها سيامين دايمر، تمام. ده كده بالنسبه للفيزيكال ايجنت اللي هو يا اما راديشن يا اما الترا فايلت ريز مثلا جاي من الشمس. في حاجات سبونتينيوسلي بقى، هي كده سبونتينيوسلي بيبدا يحصل دي امينيشن مثلا للسيتوزين اللي هو يتحول ليوراسيل لوحده كده، لوحده كده سبونتينيوسلي لقينا السيتوزين ده حصل له دي امينيشن وتحول لمين؟ يتحول ليوراسيل وهكذا، تمام. او مثلا الادينين يتحول لحاجه اسمها الهايبوزانسين، او الجوانين يتحول لحاجه اسمها زانسين، نفس الماده الكيميائيه، يعني هنا كده حصل دي امينيشن هنا لده وتحول للايه اللي قصاده اللي اسمه الايه الهايبوزانسين، او الجوانين حصل له دي امينيشن وتحول للحاجه اللي قصاده اللي اسمها ايه اللي اسمها الزانسين وهكذا. في حاجه بقى اسمها السبونتينيوس دي بيورينيشن. يعني ايه سبونتينيوس دي بيورينيشن؟ يعني لوحدها كده لقينا اصلا ان السلسله، يعني مثلا دي السلسله مثلا بتاعت مين؟ بتاعت الامينو اسيد اهي، تمام، السلسله بتاعت الامينو اسيد، كان المفروض ان هنا بيبقى فيه قواعد نيتروجينيه، دي قاعده نيتروجينيه متصله بالقاعده النيتروجينيه اللي قصادها، صح، تمام. طيب هنا كان المفروض كان القاعده النيتروجينيه دي متصله بمين؟ هنا كده كانت متصله بمين؟ كانت متصله بسكر، هنا كده كانت متصله بسكر، والسكر ده كان متصل بالقاعده النيتروجينيه عن طريق حاجه اسمها ان جلايكوسيديك بوند، هنا دي كده اسمها كان الان جلايكوسيديك بوند، صح. قال لك بيحصل مشكله في الان جلايكوسيديك بوند دي، تمام، يعني ايه؟ يعني بيحصل بسبب الثيرمال لايابيليتي، يعني بسبب ان هي عندها هي لايابل، يعني عندها قدره ان هي تتاثر بالحراره، فبيبدا يتم تكسير هذه الايه هذه البوند ما بين البيورين وبين اللي هي اسمها بيورين ان جلايكوسيديك بوند. هنا القاعده النيتروجينيه دي بتبقى بيورين، يعني مثلا ممكن تبقى ادينين او ممكن تبقى جوانين، القاعده النيتروجينيه اللي هنا، فبيتم تكسير الرابطه اللي ما بينهم دي. فلما يتم تكسير الرابطه اللي ما بينهم خلاص اكنك شلتها خالص، او اكنك شلت عملت دي امينيشن، او اكنك عملت دي بيورينيشن، شلت القاعده النيتروجينيه دي من هنا خالص، وبكده تكون عملت مشكله في مين؟ في السلسله دي. فاذا الاسباب بتاعتي ممكن تبقى كيميكال ايجنتس، ممكن تبقى فيزيكال ايجنتس زي الراديشن، واشهر حاجه الالترا فايلت ريز اللي بتعمل سيامين دايمر، مهمه جدا جدا سيامين دايمر دي. وثالث حاجه بقى المفروض اسمها سبونتينيوس دامج، يا اما سبونتينيوس دي امينيشن، يا اما سبونتينيوس دي بيورينيشن. ده كده هو بيقول لك على امثله مثلا اوكسيديشن باي الرياكتيف اوكسجين سبيشيز، بيبدا يجي حاجات هنا زي ال H2O يبدا تيجي وتبدا مثلا، يعني مثلا دي سيتوزين عندها امينو جروب اهي، بتبدا بعد كده نشيل الامينو جروب اللي هنا دي وناخد اتش من الهيدروجين من هنا، ويبقى ايه؟ يبقى H2O، صح، يبقى H2O، ادي الاتش ونحطها هنا والO نحطها هنا، فنحوله لحاجه اسمها الايه، نحوله لحاجه اسمها اليوراسيل. ده عملنا كده دي امينيشن اوف السيتوزين لحد ما حولناه ليوراسيل، وده كله يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس يعني مش لازم تعرف المركبات دي بقى عشان ما تشغلش دماغك، انت مش في وقت فهم الحاجات زي كده. ده كده السيامين دايمر اهي، ادي التي والتي المفروض كانت ترتبط بالاي والاي زي ده كده، ادي التي مرتبطه بالاي وادي التي مرتبطه بالاي، بدل ما يرتبطوا ببعض لا راحوا ارتبطوا، يعني بدل ما يرتبطوا دي بدي ودي بدي لا لا، وايه شواذ بقى، بداوا يرتبطوا ببعض، فدي ايه حاجه غير طبيعيه طبعا، فعشان كده بنقول عليها دي ان ايه دايمر، تمام. بس طيب دلوقتي لو الدي ان ايه ده حصل فيه دامج، لو الدي ان ايه ده حصل فيه دامج، يا اما بقى يعني وما تصلحش، يا اما يحصل حاجه اسمها الايبوبتوزيس. يعني ايه ايبوبتوزيس؟ يعني يحصل موت للخليه التلقائي، هي بتخلي نفسها تنتحر. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي حصل فيه ميوتيشن اهو، ربنا سبحانه وتعالى يقوم مخلي الخليه دي ذات نفسها، ادم حصل فيها ميوتيشن كده مثلا في اي جين من الجينات دي، هي كده ذات نفسها تموت نفسها بنفسها، تنتج حاجات او مركبات جوه الخليه تبدا تدمر نفسها بنفسها. ليه؟ لان ممكن هي تنقسم بعد كده وتنقل الجين البايظ ده للخليه اللي بعد كده، والجين البايظ اللي هنا ينتقل ويبوظ اكتر وينقل الجينات او الميوتيشنز الجديده للخلايا اللي بعد كده وهكذا، ومع الوقت يبدا يحصل كانسر مثلا بسبب ايه؟ بسبب الجين البايظ ده. فاذا لازم ولا بد من البدايه خالص نقتل الخليه دي، لا خلاص لازم نضحي بيه، لازم نضحي بيها. هنعمل ايه يعني؟ نضحي بيها هي ولا نخلي الدنيا تكمل كده ويحصل ميوتيشن في بقيه الخلايا؟ لا لازم نضحي بيه. فعشان كده بيحصل حاجه اسمها الايبوبتوزيس اللي هي السيل ديس، اللي هي انتحار الخليه، تمام. طيب لو انت ما ضحيتش بيها ايه اللي هيحصل؟ لو انت ما ضحيتش بيها يحصل الدي ان ايه ميوتيشن، هيبدا يستمر في باقي الخلايا ويحصل حاجه اسمها الكانسر. يحصل حاجه اسمها ايه؟ الكانسر. يبدا الميوتيشن ينتقل في باقي الخلايا والخلايا تتجنن بعد كده وعملت ايه؟ تنتج لنا خلايا تانية وهكذا، فده اسمه ايه؟ الكانسر. طيب ايه بقى انواع الدي ان ايه ريبير بقى؟ ايه انواع الدي ان ايه ريبير؟ عندك في كذا سيستم للريبير، في حاجه اسمها المس ماتش ريبير سيستم، في حاجه اسمها البيز اكسيشن ريبير سيستم، في حاجه اسمها النيوكليوتايد اكسيشن ريبير سيستم، وفي حاجه اسمها الدبل ستراند بريك ريبير. طب بص عشان بس ايه الموضوع ده هو رغي فيه بصراحه، فالموضوع ده يعني ايه قراءه وانا هقول لك الحاجات المهمه اللي فيه، تمام.